بالنسبة أصيلة ظاهرة الهجرة السرية وتجارة المخدرات هي داخلة هاد السنتين الأخيرتين، وكاين بعض الشباب في وضعية صعبة، يعيش في وضعية صعبة على مستوى المعيش، ويغرر بهم من طرف هؤلاء كأن البديل الأفضل يوجد هناك. فإذا به كنتفاجئوا بحالات كل صراحة تسيء المدينة مبدئيا، ويندب الجميل عندما يسمع القارئ على أن أصيلة تقع فيها مثل هذه الأحداث. بكل صراحة بكل صدق أن مثل هذه الحالات تؤثر على مستوى الاسم ديال أصيلة كمدينة محافظة، كمدينة الأعراف والحياء والحشمة، وكمدينة يضرب بها المثل على مستوى الاستقرار الأمني. فإذا نحن نفاجأ بهذا النوع من السلوكات اللي هي أصلا دخيلة، مرة أخرى أؤكد أنها دخيلة. كيفاش وصلتوا الخبر للوفاة ديال الوالد؟ شنو المعطيات اللي عارفينها؟ الابن كما يشاع لقد غرر به من طرف مافيا ديال تجارة المخدرات وتهريب البشر. فهو كما صرح الأب ديالو أنه كان في المنزل ديالو الساعة الثانية صباحا، فإذا به جاو ست الناس في سيارة حمراء، تم الدق في الباب وخرج الأب قال لهم شنو كاين، قال له حنا جينا مور إبراهيم الساعة الثانية، خرج وركب معاهم في السيارة وخذا الوجهة المجهولة، فعلا هي كتبقى مجهولة. فإذا به في الصباح الساكنة تستيقظ على خبر موت هذا البريء، بل أكثر من ذلك افتقد. النيابة العامة طلبت من الأب باش يعمل الإجراءات القانونية ديالو، ومشى للمحكمة والإجراءات ديالو بعد استفساره عن القضية، وقال أن ابنه تعرض في الساعة الفلانية الاختفاء، والاب كيأكد على انه كان ديك الليله التي اقترت فيها الجريمه كان مسافرا. المهم تمت الاجراءات القانونيه والقضائيه بعد مرور ما يقرب من شهر، او كيجينا خبر ديال ان الجثه تم العثور عليها منطقة بعيدة عن أصيلة بثلاث كيلومترات. نقلت الجثة، ما يشاع أن الأم ديالو عرفت واحد جزء من السروال ديالو، لكن النيابة العامة قامت بالإجراءات ديالها القانونية وعملت بالتشريح ديالو لدى الطبيب المحلف، وبعد مرور شهرين يأتينا خبر على أن الإبن المفقود هو فعلا إبن الحوت سعيد، وتم التسليم دياله طبقا للقانون بعد إجراء النيابة العامة.